اتفضل كريم او احمد بقى يعني هنتكلم يلا الاول. تقول لنا التشكيل الاول يا حبيبي. تشكيل اتفضل. الوداد اول حاجه. طبعا الوداد كان كل سنه كنا بنلعبهم كانوا بيعانوا من عدم استقرار في المدير الفني، يمكن المره دي عندهم استقرار. وليد الركراكي مسكهم من اغسطس 2021، كان بيدرب الفتح الرباطي والدحيل القطري، مدرب كويس جدا. تعال نستعرض التشكيل، هم بيلعبوا دايما بطريقه الاربعه واحد اربعه واحد. اول حاجه طبعا في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي، وده عنده 26 سنه. الاثنين المساكين اشرف داري وامين فرحان، ده بنسبه 99% هيبقى تشكيل الوداد المغربي قدامنا. اشرف داري ده واحد من المدافعين الممتازين جدا في المغرب، ويعتبر اكتر لاعب في البطوله عامل تمريرات طوليه صحيحه، اللي هو اشرف داري اللي هو المساك اللي ناحيه اليمين، عامل 57 تمريره طوليه. المساك اللي على الشمال امين فرحان، وده انا بعتبره واحد من نقاط الضعف عندهم شويه، اشرف داري هو اللي شايله. نيجي للباك رايت ايوب العملود، والباك ليفت يحيى عطيه الله، وده باك ممتاز جدا هجوميا، اكتر باك بيعمل عرضيات صحيحه، اكتر لاعب صانع فرص في فرقه الوداد، صانع 11 فرصه وعنده 2 اسيست، ولكن هو على المستوى الدفاعي نقطه دفاعيه، اذا يعني عنده ثغره دفاعيه. اذا الجبهه اليسرى تلاحظ ان احنا اتكلمنا ان هي هنبدا نتكلم في الثغرات الدفاعيه عندهم. الجبهه اليمين عندهم قويه جدا، تحديدا اشرف داري اللي انا بشوف، طبعا هنتكلم على يحيى جبران اللي هو بيلعب قدامهم. يحيى جبران اكتر لاعب عامل تمريرات في فرقه الوداد، واشرف داري، اذا ده بياكد لك ان تحضير الهجمه دايما من عند اشرف داري ومن عند يحيى جبران. فلازم بيتسو موسيماني اعتقد ان هو هيكون بيفكر في الضغط، ممكن ان انا اضغط على الاثنين دول واسيب الكوره تروح لامين فرحان دايما. ليه؟ لان احنا بنشوف ان يحيى جبران دايما بينزل ما بين الاثنين المساكين في تحضير الهجمه عشان ينزل يستلم لتحت دايما. تمام، بينزل دايما يستلم لتحت عشان يحضر الهجمه. يحيى جبران واحد من اللعيبه اللي اتكلمنا عليهم اللي هو الممتازين جدا، اللي هو بيمثل الاربعه اللي هو قدام الاربعه المدافعين. نيجي للاثنين اللي قدامه، عندك جلال الدودي، وجلال الدودي ده رقم 15، متخصص الضربات الثابته، لعيب خبره عنده 33 سنه، او بديله رضا الجعدي. رضا الجعدي لعيب مهاري، لعيب حريف اللي هو رقم 19. ده او ده، ده يمكن اللي لسه ممكن يعني بنسبه 50-50، يا اما جلال الدودي يا اما رضا الجعدي. اما اللعيب الخطير جدا جدا واهم لعيب حاليا في الوداد وهو ايمن الحسوني. ايمن الحسوني واحد من اللعيبه الممتازه جدا اللي دايما بيكمل لقدام كصانع العاب، ولعيب ممتاز كورته حلوه، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، قوي جدا بدنيا، بيكمل جوه ال 18، بيصنع اسيستات، بيكمل وبيجيب اهداف. ناحيه اليمين المتالق واللي تابعته في ماتش امبارح بديع اوك اللي بدا يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، رقم 17. ناحيه الشمال واللي خلاص عدل التدريبات امبارح او اول امبارح في تدريبات نادي الوداد، زهير المترجي رقم 7، لعيب كويس جدا وهيفرق معاهم. يبقى بديع اوك ناحيه اليمين وزهير المترجي ناحيه الشمال، وقدام جاي مابينزا المهاجم اللي هو من جمهوريه الكونغو اللي مسجل 3 اهداف. طبعا البديل بتاعه تسومو هو نفس البروفايل بتاع مابينزا، يعني الاثنين هم اتكلمنا اهم حاجه على تحضير الهجمه في اشرف داري ويحيى جبران. ايمن الحسوني بيكمل جوه، الارتكاز الثاني اللي جنب يحيى جبران هو اللي بيرجع، عشان كده بعض الناس ممكن تقول لك ده بيلعب 4-2-3-1، لا هو 4-1-4-1، بس الارتكاز المساند بيرجع يغطي مع يحيى جبران، وايمن الحسوني هو اللي بيكمل عشان الطريقه تتحول ل 4-4-4-2-3-1 من 4-1-4-1. قدامنا التشكيل على الشاشه اهو، عاملينه كمان جرافيك عشان الناس تحفظ معانا اسماء لعيبه الوداد. احمد رضا التجناوتي، اشرف داري وامين فرحان، ايوب العملود ويحيى عطيه الله اثنين ظاهرين، يحيى جبران، الاربعه اللي قدام جلال الدودي او رضا الجعدي، ايمن الحسوني، على اليمين بديع اوك، وعلى الشمال زهير المترجي، وقدام جاي مابينزا المهاجم الخطير جدا. تعال ناكد الكلام ده ونشوف طريقه اللعب بتاعتهم. ادي طريقه اللعب بتاعت الوداد، الاربعه 4-1-4-1 قدام بترو اتليتيكو. نبص ماتش الذهاب، ماتش الذهاب، بص صح، لانه بيختلف بس هم بيختلف في اسلوب الضغط مش في طريقه اللعب. هم دايما ثابتين بال 4-1-4-1، دايما يحيى جبران اهو قدام الاربعه، وادي ايمن الحسوني، وادي جلال الدودي، وادي بديع اوك ناحيه اليمين. ده هيموت ده لعيب صغير كان بيلعب نتيجه الاصابات الموجوده، لكن طبعا هو اكيد هيبدا بالخبرات جلال الدودي او رضا الجعدي. ادي ال 4-1-4-1، قيس المسافه كده ما بين، عايزين نقيس المسافه ما بين الدفاع وما بين المهاجم، هتلاقي ان المسافه كومباكت،
دايما هم مقفلين المساحات، عملوا جيم كبير جدا. بص المسافه ما بين اقرب لاعب واصغر اول لاعب واخر لاعب هتلاقيها في حوالي 25، حوالي يعني 29 28، بتتكلم مسافه صغيره جدا. الخطوط دايما متقاربه، بديع اوك بيرتد دفاعيا مع ايوب العملود، المترجي بمرتد دفاعيا مع يحيى عطيه الله، ما بينزا حتى راجع. هم بيستخدموا كريم سياسه الضغط في وسط الملعب. يعني كمل بقيه الصور، برضو في حالات تانية هتلاقيها 4-1 4-1. قبل بس ما نروح بقى للفكره دي يا كابتن اسلام والحالات اللي ثابت جايبها معانا، هرجع تاني لطريقه اللعب والبورد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو ممكن بس نمسح تاني التشكيل نرجع معلش نرجع بقى نجيب الملعب. فريق بترو اتلتيكو كان في الصوره اللي جابها ثابت كان مغلوب في ارض ابتسام 3-1، والوداد في ماتش انجولا اعتمد بشكل كبير على ان هو يعمل زون ديفنس ويلعب على المرتدات اللي فعلا بترو اتلتيكو. ساعتها كان الكسندر سانتوس المدير الفني لبترو اتلتيكو كان نازل فتح الجيم جدا وتكبد فعلا اخطاء كتيره من لعيبته. ماتش العوده بالنسبه لي هو اللي كان مقياس، هو الموديل اللي تقدر تلعب بيه بالزبط. او هو ده الموديل اللي تقدر تاخده بالظبط، ونعرف كمان اللي أو حصل تنظر ليه يعني. ونعرف كمان ماتش الذهاب اللي حصل ده كان امر استثنائي ولا امر عادي. لو امر عادي يبقى كان لازم على الوداد انه يكرر حجم الهجمات اللي عملها على بترو اتلتيكو في انجولا، وكمان يبقى الشكل او النتيجه تكرار للفوز. بس هنا يا كريم الناس بتقول لك ان النتيجه في المباراه الاولى هل هي لا تؤثر على الفريقين في المباراة الثانية؟ لا، بس بترو اتلتيكو كان بيلعب بنفس الطريقة، بس في المرة الثانية كان أكثر تركيزا وأكثر حرصا في الدفاع. فمثلا ماتش المركب الخامس، الماتش العودة ما بين بترو اتلتيكو والوداد، هو كان بيتلعب في المركب الخامس؟ نعم. ماشي، نزل الكسندر سانتوس بالأربعة 2 3-1، ولكن عمل تغييرة بسيطة جدا، خلى الاثنين الونجات بتوعه يستريتشوا اكتر على الخط عن مكان الفريق بيعمل في ماتش الذهاب. ثابت وهو لما جاب الصوره كان واضح جدا ان لعيبه الوداد مقربين جدا جدا من بعض وقافلين كل زوايا التمرير. ابسط حاجه في كتاب الكوره يقول لك عشان تبدا تكسر او تطلع مساحات ما بين فريق بيلعب باربعه في الخلف وكومباكت جدا، انك ايه تعمل استريتشنج للملعب، تمط الملعب لغايه الخطين بحيث تجبر الاثنين الفول باكس يحيى عطا الله وايوب علمود ان هم يبعدوا عن الاثنين المساكين. لو ممكن يا سيد بس ترسم لي الاربعه واحد بي مثلا بالاو بتاعت الوداد عشان برضه تبقى واضحه للساده المشاهدين كان الملعب عامل ازاي في ماتش العوده. وكويس جدا ان ثابت رسم فعلا الاربعه واحد اربعه واحد، معظمهم كانوا في نص ملعبهم ما بيضغطوش على فريق بترو اتلتيكو. اللي حصل ببساطه يا كابتن اسلام ان فرقه بترو اتلتيكو بدات تسترتش الملعب وبدات المساحات تتفرغ للبلاي ميكر ما بين الفول باك على اليمين والفول باك اللي على الشمال. وهدي هنا مثلا بسيط جدا، يحيى عطا الله في الشوط الاول خد انذار بسبب ايه؟ بسبب ان هو لقى نفسه وحيد جدا جدا في الكرات الثنائيه كتير. الشوط الثاني فيكتور جوميز طبعا كان هو الحكم، هو طبعا هيحكم مباراه الفاينل واحنا مبسوطين جدا بفيكتور جوميز. غلط خطا فادح في ماتش الاياب قدام بترو اتلتيكو لما كان مفروض يحيى ياخد الانذار الثاني في كوره تعمد فيها واضحه جدا ان هو يلعب الكوره بايده، لكن دي كانت برده كوره ثنائيه واحد على واحد. كان عنده ازمه كبيره جدا، ايه هي؟ ان تم الفصل تماما ما بينه وبين المساك اللي جنبه، وتم الفصل كمان ما بينه وما بين الجناح اللي قدام. طيب سانتوس برضو عامل ايه؟ لو الناس اتفرجت على الشوط الاول في ماتش العوده ما بين بترو اتلتيكو والوداد اعتمد انه ياخد اخطاء كتيره جدا حوالين منطقه جزاء نادي الوداد سواء من اليمين للشمال. لك ان تتخيل كابتن اسلام ان عدد الضربات الثابته اللي خدها فريق بترو اتلتيكو على مشارف منطقه نادي الوداد خلال ال 90 دقيقه 18 كره ثابته. Yeah. 18 كره ستاخدها على مشارف منطقه الجزاء وحتى الشوط الاول اخر كوره في الدقيقه 47 بترو اتلتيكو نتيجه 1-1 بترو اتلتيكو يجيب الكوره دي جون جوه ال 6 ياردات يجيبها جون يخش الشوط الثاني وهو كسبان 2-1 ويبقى ناقص له هدف وحيد بس. وبالتالي انا شايف ان بترو اتلتيكو تعامل او سانتوس عمل مباراه ممتازه انه جر الوداد انه يلعب على الخط، وكان واضح كمان ان لياقته البدنيه عندها مشكله. وهنا برضو عايز اقول اسم مهم قوي قوي
عامل ازمه عند الوادي عند الوداد وهو وليد الكارتي. وليد الكارتي منذ رحيله عن الفريق وانتقاله لنادي بيراميدز اكبر خط وسط نادي الوداد زي ما ثابت قال بيعتمد بشكل كبير قوي قوي على مركز 10، ويحيى جبران بقى مجبر ان هو يلعب مركز 6 كتير رغم ان هو لعيب يعني ربما بيلعب دور 8 اكتر من دور 6. وبالتالي خط وسط نادي الوداد في وجهه نظري قدام لعب كتير وجري كتير هيفقدوا الكثير من لياقتهم البدنيه. المهم ان احنا نحط الكوره في الملعب، يعني اللعب ما يرتاحش. بنتكلم مثلا زمن الهجمه كل ما هنطوله، انا في وجهه نظري رغم ان المباراه في ملعب الوداد، رغم ان المباراه وسط جماهير الوداد، لياقه لعيبه الوداد ما بتستحملش طول زمن الهجمه. وهنا هجيب رقم برضو من يعني طول زمن الهجمه، معلش يعني نشرح دلوقتي. مثلا انا والكره معايا لازم ما اسرعش من انهاء الهجمه بتاعتي. دي مش مباراه اياب، دي مش مباراه اياب، دي مباراه فاينل، مباراه واحده. اوكي، فانا عايز العب المباراه كانها ماتش في القاهره، خلاص خسران 1-0 كمان. لا انا بلعب الاستحواذ معايا وبطول زمن الهجمه بتاعتي. الكوره طول ما هي يا كابتن اسلام، خلي بالك كوره كل ما هي في الملعب، وكمان انا بتعمد ان انا اوديها للطرف للخط واروح مرجعها وطالع تاني بيها على الارض، وعامل في كل هجمه لا يقل من 20-30 تمريره. الامر ده لو النادي الاهلي فضل يلعب بيه كتير في الشوط الاول، نادي الوداد هيستنفذ كتير جدا 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 من لياقته البدنيه. وضعا في الاعتبار حاجه ان الوداد مطالب زينا ان هو يهاجم، لان انت اصلا مش محقق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب زي ما عملت مع بيترو اتلتيكو في انجولا، فانت رايح مستريح ان بيترو اتلتيكو عايز 3 اهداف، انت كنت بتلعب وانت مرتاح. ما هو ده اللي انا بقولك عليه بالظبط. فهي فكره حته ايه، كل العوامل دي لما بتتجمع مع بعض لعيبه الوداد بيبداوا ينسوا ويبداوا ما يركزوش. النجاح اللي هم عملوه في انجولا كان نجاح استثنائي، ما كانش نجاح معتاد. ليه؟ لان بيترو اتلتيكو كان هو اللي غلطان انه ما ركزش في الدفاع وفتح وهاجم بشكل زايد على اللزوم. فانا في وجهه نظري ماتش بيترو اتلتيكو، واكيد شريط المباراه اكيد مع الجهاز الفني ومع محللين الاداء، مهم قوي قوي ان احنا نبص على الاسترتش اللي اتعمل لبيترو اتلتيكو وفتحوا بيه خطوط فريق الوداد طوال ال 90 دقيقه. وكلنا بصراحه اللي اتفرجوا على الماتش اكدوا ان بيترو اتلتيكو كان هو الفريق الاحسن وكان هو يستحق الانتصار.